مرحبا بكم في دليل المستخدم للجهاز IBGstar. هذا الفيديو سيساعدكم في كيفية الاستخدام الصحيح لمقياس معدل السكر في الدم والمقدم من شركة سانوفي. صمم IBGstar الجهاز الأنيق والعصري لتلبية احتياجات مرضى السكري وليواكب الحياة اليومية في القرن 21. هذا الجهاز الأنيق لقياس معدل السكر في الدم هو الأول من نوعه، والذي يمكن توصيله بالآيفون والآيبود تاتش، والذي يعطي مريض السكري الشعور بالثقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالسكري حتى أثناء الحركة والتنقل. لقياس مستوى السكر في الدم بجهاز IBGstar، قم بتشغيل تطبيق IBGstar Diabetes Manager على الآيفون والآيبود تاتش، ثم اغسل اليدين وجففهما جيدا. بعد ذلك ضع شريط فحص IBGstar في مكانه الصحيح مع التأكد أن أعمدة الاتصال متجهة للأعلى. ستظهر شاشة تنبيهية لأخذ العينة، وهو أحد المميزات العديدة التي تجعل IBGstar سهل الاستخدام. حضر الجهاز الحامل لإبرة الوخز. أزل الغطاء عن الحامل. ضع إبرة جديدة في الجهاز الحامل للإبر. أزل غطاء الإبرة. استبدل غطاء جهاز الوخز. أضبط مستوى الوخز. اسحب مقبض التصويب حتى يصدر صوت. الآن قم بتدليك الإصبع لتحسين الدورة الدموية. والآن اضغط إبرة الوخز بالسبابة أو بالإصبع الأوسط. اضغط الزر للحصول على عينة من الدم. تذكر دائماً مسح أول قطرة دم، ثم اضغط على الإصبع كما هو مبين للحصول على قطرة الدم الثانية. بعد ذلك قرب شريط الفحص من عينة الدم ليتم سحبه. أبعد شريط الفحص عن الدم عندما يمتلئ المكان المخصص للدم ويتحول لونه إلى اللون الأحمر، ويصدر بعدها جهاز الآيبود أو الآيفون صوتاً. سيظهر مستوى السكر في الدم على شاشة IBGstar، ومن ثم على شاشة آيبود أو الآيفون. عند الانتهاء من الفحص، أزل شريط الفحص والإبرة المستعملة، وتخلص منهما حسب التعليمات المحلية. يمكن لـ IBGstar قياس السكر في الدم وحده دون الاتصال بجهاز آيبود تاتش أو آيفون، ومن ثم إظهار النتيجة في الآيبود تاتش أو الآيفون في وقت لاحق عند إيصاله بأي منهما. جهاز IBGstar وتطبيقه يسمح بعرض سهل وإدارة فعالة لبيانات مرضى السكري، كما يساعدهم على التواصل مع أطبائهم المعالجين للوصول إلى قرارات صحيحة فيما يتعلق بمرضهم. على سبيل المثال، نتيجة فحص السكري يمكن تخزينها في ذاكرة الجهاز، ومن ثم المساعدة في التعرف على عينة الدم مع مرور الوقت. لفصل جهاز IBGstar من الآيفون أو الآيبود تاتش، اسحبه بقوة. سيبطل تنشيط المقياس الآن، ويمكنك إعادته للحقيبة المرفقة. كما يمكنك ترك الجهاز متصل مع الآيفون أو الآيبود تاتش، ويمكن حملهما كجهاز واحد. مع الخط الساخن والتطبيق يمكنك IBGstar من التمتع بعالم متكامل من أدوات إدارة السكري. لذا مع IBGstar يستطيع مرضى السكري أن يتعايشوا مع مرضهم والاعتياد على إدارته كإيقاع طبيعي في حياتهم اليومية. IBGstar، ابتكار مستوحى منكم.